ليها قصة وراح نقولها من البداية للنهاية. وبكده تعرف معانا هو ايه أصل الحكاية. على موجات صوت العرب من القاهرة، أصل الحكاية. أصل الحكاية مع هالة رضا. الإخوة الأصدقاء، أهلاً ومرحباً بكم معنا وحلقة جديدة من أصل الحكاية. يسعدنا أن يكون معنا ومعكم في حلقة اليوم الأستاذ بسام الشماع المرشد السياحي. أستاذ بسام، في أصل الحكاية بنتعرف على الكثير من الكلمات والأقوال التي بنرددها في حياتنا اليومية ونتعامل بها، وحقيقة الأمر أن لكل من هذه الكلمات أصل وحكاية، وبيرجع في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان جذورها إلى المصري القديم. هو في حقيقة الأمر أن احنا عندنا يعني مدرستين في فكرة أصل الكلام، وهل احنا مصريين ما زلنا بنتكلم في لغتنا العامية أو لغتنا العربية الفصحى، بنتكلم بعض الكلمات اللي بتشبه الكلمات في مصر القديمة. المدرسة الأولانية بتقول في أصول لهذه الكلمات، والأصول دي بتيجي مقنعة ومتجذرة يعني من الجذور، من أن نفس الصوت أو ما يشبه نفس الصوت بتاع الكلمة والمعنى بتاعها هو لغاية دلوقتي من آلاف السنين. والمدرسة الثانية بتقول من الممكن أن يكون مصادفة أن الأصوات دي شبه بعضها أو المعاني شبه بعضها، ولكن لا نستطيع أن احنا نثبت هذه الصلة لأن الفرق بينهم آلاف السنين، وصعب جدا أن احنا نعمل هذه الصلة أو هذا الرابط إلا لو لدينا استمرارية واستدامة في استخدام نفس الكلمة على مدار مثلا 4000 أو 3000 سنوي. على أي حال، النهاردة أنا عايز أخدكم بين طيات عمل كبير لدكتور وأستاذ مصري عظيم رحمة الله عليه، والأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، اللي له باع كبير في دراسة وتدريس الكتابة المصرية القديمة وبكل على فكرة أنماطها. يعني عندنا الهيروغليفية والديموطيقية والهيراطيقية والقبطية المصرية القديمة وهكذا. فمثلا من ضمن الكلمات اللي الأستاذ دكتور عبد الحليم نور الدين عمل رابط لطيف قوي وطريف جدا ومهم جدا في نفس الوقت على فكرة يا جماعة، يعني مثلا لدينا كلمة في الهيروغليفية في هذه الكتابة المصرية القديمة الشهيرة تنطق دي، يعني كأنك بتكتب دال ياء أو دي آي بالإنجليزية. دي كلمة لها علاقة بالعطاء، لها علاقة مفهومها ومعناها لها علاقة بالعطاء، وبالتالي لو أنت حطيت الألف وتحتيها همزة اللي حطها دكتور عبد الحليم نور الدين في كلمته في العمل بتاعه، فهيبقى إدي، يبقى إدي الكلمة العربية العامية المصرية إدي، يعني كأنك أنت بتدي حد، ودي كلمة احنا مشهورين بيها هنا في مصر، يقولك إديله القلم، إديله الكراسة، إدي لصديقك الكتاب وهكذا. فكلمة ادي ديت وكلمة دي بالهيروغليفية الرابط الصوتي والمعنى كمان واضح جدا. عندنا كلمة تانية طريفة قوي اسمها كلمة تح، يعني باء وتحتها ثلاث نقط كده وحاء تح، وزي البي كده تح. فتح ديت كلمة هيروغليفية مكتوبة بالحروف بتاعتها وبالرسومات بتاعتها في النصوص المصرية القديمة، ومعناها انتهى. فالرابط اللي عمله دكتورنا بأن كلمة تح أو بح بالهيروغليفية لها معنى انتهى، وبالتالي لما أنت بتقول أن الحلويات تح، يعني أنت بتتكلم مصري قديم هنا وتقول الحلويات انتهت.
عندنا ايضا كلمه تانية طريفه قوي قوي، والحقيقه يعني من الكلمات اللي كلنا نعرفها، وهي كلمه تت تت. شوف الكلمه عامله ازاي، يعني تا يا تا يا تا، فتنطق في الهيروغليفيه. لما حضرتك تشوف معنى كلمه تتت بالهيروغليفيه هتلاقيها خطوه 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 خطوه، حتى ان الكلمه ذات نفسها في اخرها في رسمه يطلق عليها في علم الهيروغليفيات المخصص. مخصص دي بتبقى رسمه تبين لك معنى الكلمه، عباره عن رجلين اتنين كان في رجل بتمشي كده، يعني رجل متقدمه على رجل. فتعلم من اساتذتنا ودكاترتنا ان ودكتورنا عبد الحليم نور الدين رحمه الله عليه بيقول ان كلمه تتت اللي هي بالهيروغليفيه تعني خطوه خطوه، والدليل كمان على كده المخصص اللي في اخر الكلمه اللي هو رجلين اتنين ومنهم رجل بتسبق رجل. العجيب بقى ان معنى كلمه تتت بالهيروغليفيه هي نفس فكره خطوه خطوه، ان انت بتستخدمها تاتا، يبقى تتت تاتا. وانت بتقول للطفل لما بتيجي تربيه فتاتا تاتا، حتى احنا الكلمه الشهيره بتاعتنا تاتا تاتا خط العتبه، فبرضو الكلمه لها رابط قوي جدا. عندنا مثلا كلمه ست، دي بقى كلمه صريحه جدا، ست سين تاء، فست دي جت كلمه هيروغليفيه بمعنى سيده، يعني في الهيروغليفي ست تعني كلمه سيده، وانت لغاية دلوقتي بتسمي السيدات ست، يعني الست أم بسام، الست أم محمد. مثلا أم كلثوم رحمة الله عليها لما كانت بتغني في الحفلة يقول لك الست هتغني الخميس اللي جاي، أو حفلة الست الساعة كذا، حتى إن المصريين بطلوا يستخدموا اسمها. يعني في كثير من الأحيان لما حد يقول لك انت بتسمع الست فيبقى انت خلاص عرفت ان دي الكونية بتاعت او الاشارة اللي بتبين ان انت بتتكلم على ام كلثوم. عندنا مثلا كلمة من ضمن الكلمات المشهورة في مصر القديمة ايضا كلمة فتفت، فاء تاء فاء تاء. فتفت كلمة هيروغليفية بمعنى قفز نط، يعني انت لغاية دلوقتي تقول فط، يعني يقول لك فط تقوم روح هات الحاجه، فط تقوم ابوك العمده جه، عيب انك تبقى قاعد وابوك العمده واقف، فط تقوم. فالكلام الجميل الرائع اللي بنستخدمه ده هل له علاقه بمصر القديمه؟ ده سؤال الحقيقه تملي بيتبادر لذهني كواحد قارئ للتاريخ حتى بعد اكثر من 35 سنه من قراءه التاريخ، ما زالت هذه الاسئله ما بين موافق وما بين لا استنى ندرس اكثر وهكذا. ألف شكر، وربنا يوفقكم بإذن الله إلى ما فيه الخير، ويوفق وطننا العربي إلى ما فيه الخير إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لصوت العرب. بسام رضوان الشماع، المرشد السياحي وعضو اتحاد الكتاب المصري. أصل الحكاية مع هالة رضا.